اول خطا على التنفيذ صبحي يلعب كره حلوه يا كبير يا كبير نواف الصبحي سدد له كره باليسار قويه تصد وفجاه تمر الى المرمى تغير اتجاهه تخادع حارس المرمى مباشره والهدف الاول لمصلحه نجران. خالفني الصبحي شوف الكره لما مرت واصطدمت اصطدمت في دفاع النصر نشوف اصطدمت في مين في عبد المحسن نعم في عبد المحسن عسيري ومرت الى المرمى شوف صبحي شوف عسيري حاول والله ولكن بعد اجتهاده تعلم